الحمد لله العلاقة مستمرة، لا يشوبها أي حاجة. هناك علاقة مميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة، ومستمرة منذ زمن طويل، ما تغير فيها أي حاجة. التواصل موجود، التنسيق موجود في كافة المجالات، وأنا أعتقد أن بالنسبة لنا نحن راضين كل الرضا عن هذه العلاقة. في مشاريع استثمارية موجودة حاليا في المملكة المغربية في هذه الأيام تحت التنفيذ، ولكن أيضا الرغبة موجودة لزيادة هذه الاستثمارات، وسيتم أيضا مضاعفة هذه الاستثمارات في القريب العاجل إن شاء الله. ما في شك التعاون ليس فقط أمني، وإنما هناك تعاون أمني، هناك تعاون عسكري، هناك تعاون أيضا سياسي، تنسيق مع كل المنظمات الدولية. وكما تعلم أن العلاقة مميزة بين البلدين، هناك تنسيق دائما في كافة المجالات. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.